السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شطارتهم البنات. النهاردة بقى هنكمل سلسلة الطرد بتاعتنا، عايزين نعمل ورق الترانسفير دوت. شفتوه معايا في فيديو المشتريات قبل كده؟ اهو دي اشكال منه. انا كل الاشكال بتاعتي بقى بنيت شوية في حاجات منه، طبعا قلت لكم قبل كده كأشكال ولاد كتير جدا، وفي منه اللي هو الشكل اللي هو بقى كبير ده اللي بيتحط على التورته وحواليه اشكال كده بنحطها في جنب التورته، وفي منه اللي هي بتبقى اشكال عباره عن اشكال بالشكل ده. واضحه كده؟ تمام اهو. هنبدا دلوقتي نعملها مع بعض. هنستخدم ايه معانا؟ دي شوكولاته، ما بنتحدش باي كميه عندك تعملها على قدها، يعني مثلا انت عايزه عندك كميه شوكولاته صغيرين وعايزه تستخدمي الورقه زي دي مثلا، بتعملي على قد الكميه، ولو اتبقى عندك مثلا جزء ما اتعملش عادي ممكن تستخدميه في اي وقت تاني. وبنستخدم معانا الايه القمع السيليكون بتاعنا. انا دلوقتي بسخن ميه على النار بغليها، وهي هحط هعمل الشوكولاته بتاعتي حمام بخار واحط عليه معلقه صغيره من الزبده بحيث تدي لون. ما عندك الزبده حطي معلقه زيت صغيره تدي لون كده بس ايه للوصفه، ما عندكيش مش عايزاها براحتك جدا ممكن ما تحطيش. هروح دلوقتي اسيحها على النار وارجع لكم من تاني. ودلوقتي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الشوكولاته بتاعتي بعد ما سيحتها جميله ازاي وبتلمع، لان حطيت عليها زي ما قلت لكم معلقه زبده فادت لها اللون الجميل ده. انا كنت هستخدم السيليكون القمع السيليكون بتاعي، بس لقيت الموضوع هيهدر معايا خاصه ان انا مش محتاجه، لان زي ما انتم شايفين المساحه واسعه فمش محتاجه يعني حاجه كتير. هبدا دلوقتي انزل اهو الشوكولاته بتاعتي وهفردها. زي ما انتم شايفين بالشكل ده بتساوي بقى بالراحة. هي الكبيرة دي على قد ما هي كبيرة، بس هي بتكون عايزة حرص، يعني حرص شوية في التعامل عشان ما تحركيش الألوان بتاعتها اهو. هتقولي لي بتبقى تخينه قوي يا ام ملك ولا رفيعه؟ هي عامل لك الحيز بتاعها، وبعد ما بنخلص بنشيل اي زوايد. تمام، بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا، واضحه كده. بعد كده هتقدري تجيبي مثلا سكينة كده بالشكل ده وتظبطي الوش بتاعها بحيث ان تبقى في اتجاه واحد، شكل واحد، مبقاش جزء عالي ولا جزء ايه واطي شوية. هي عامة كل ده بيكون يعني احنا عايزين الوش بتاعها بس يكون يبقى كويس. تمام، نشيل بقى اي حاجه زياده. وهبدا دلوقتي بقى بعد ما سويت الشكل بتاعي هبدا احط هنا في القوالب اللي هي بالشكل ده اللي هي الصغيره. بالشكل ده كده. لو هتعملي حاجات صغيره ومقاسات صغيره بفضل القمع الصراحه بيكون اسهل بكتير. يا بنات انا ما كنتش هعمل الفيديو ده في الحقيقه، بس طلب مني لما البنات شافت الورق عندي في المشتريات طلبت مني ان انا اعمله لها عندي في القناه، فقلت مش مشكله اعمله لهم حتى يبقى فيديو منفصل بحيث ان يعني اللي حابب الفكره او ما يعرفهاش يشوفها. تمام، انا دايما بجيب الصغير بس الكبير ده الصراحه اول مره اجيبه وهجربه معاكم ان شاء الله في التورته. تقدري تعملي حاجات بسيطه جدا تقدري تعملي بيها تديها كده لاولادك في اللانش بوكس وهم رايحين، طبعا الشتاء ما بتسيحش فيه على عكس الصيف. كمل بقى كمان دي.
اي حاجه بتطلع زوايد ناشفه كده لما بتنشف معانا بتلاقيها نازله كده زي شرايح رفيعه، تقدري تاخديها وتعيدي استخدامها من تاني مفيش اي مشكله. تمام كده، هي بتبقى شويه بهدله وكده بس بصراحه النتيجه بتاعتها بتبقى حلوه جدا. سيبك كده بقى تاخد اي زيادات معاكي اهي. اعمل بقى اخر واحده عشان نعمل الاشكال التانية. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا شكلها النهائي، بيبقى جميل جدا جدا. انا حبيت ان اعمل فيديو منفصل عشان اللي ما يعرفش الفكره، انا اكيد عارفه ان في ناس كتير شاطرين وعارفين الفكره ومطبقينها. انا عامله الفيديو ده للناس اللي طلبت مني ان انا اعمل فيديو، مش عايزه بقى حد يقعد يتريق وعامله مخصوص فيديو علشان حاجه بسيطه زي دي وكده، مش عايزه بقى كلام من ده لو سمحت. خلاص كده بتسويها بقى على قد ما بتقدري بالشكل ده كده، ولو في حاجات زياده تقدري تشيليها شيليها. خلاص كده انا خلصت زيادة، هدخلها هسيبها كده ترتاح حتى دقيقة كده وبعدين ادخلها الفريزر، يا دوب دقيقتين اتنين وبتتشمع. هاجي بقى عايزة اوريكم برضو الاشكال دي اهو، هخلصهم بقى وارجع لكم عشان طولت عليكم الفيديو قوي. وده الشكل وده شكل يا حبايبي ورق الترانسفير بعد ما خلصناه اهو، عايزه اوريكم بس انا خلاص دخلته الفريزر قعد دقيقتين يا دوب الشمع كده اهو، شوفوا طالع شكله اهو، عايزه اوريكم اللي هو الحجم الكبير اهو، شوف شكله عامل ازاي جميل جدا. ثواني عشان بس احطه عليه عشان ما يتكسرش اهو، ده شكله، وكمان ده الشكل بقى الاشكال اللي حواليه اهو شايفين، بيدوب لو في حاجه بس زياده بشيلها بس وبظبط الشكل ده. بقى اللي بنشوفه على التورتات وبنشوفه على الجاتو بيكون مش متكلف اي حاجه، بس هي فكره جميله وتستحق ان انت تجربيها بجد، حلوه جدا اهو. اتمنى يا رب الفكره بتاعتنا النهارده تكون تعجبكم، وان شاء الله هتشوفوني وانا بزين بيها التورتايه، تورتايه كده صغيره عملتها لوحدها عشان اطبق الفكره دي معاكم، فبجد هي جميله جدا وزي ما انتم شايفين حلوه قوي اهو. اما بالنسبه بقى للاشكال التانيه اهو شايفين ده الشكل اهو، حاجات كده جميلة وبتفرح ولادنا. لو اي حاجة زيادة في الشكل حشيها عشان يبان جمال الشكل بتاعك. اتمنى يا رب الفكرة بتاعتنا تعجبكم. وده كمان الشكل التاني اهو. لو اول مرة تشوفوا قناتي منسيش تعملنا بقى سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلك اي فيديو جديد للقناة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو واو عجبة مريم جدا. يلا السلام عليكم يا بنات.